إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قلنا أننا نحتاج إلى تغيير الواقع، فهناك اتهامات كثيرة يتهموننا بها، يتهموننا بأننا مصدر إرهاب العالم، ويتهموننا بأننا متطرفون متخلفون إلى غير تلك الاتهامات التي يرمون بها الإسلام وأهله. فليتفكر كل منا ويقول: أين الخلل؟ أين الخلل في ديننا أم فينا؟ الجواب واضح، الجواب فينا نحن. فالإسلام عزيز، ولكن الإسلام يحتاج إلى رجال يطبقونه واقعا ملموسا، حتى يكون حجة على الآخرين. ولقد صدق أحدهم حين قال: إن الإسلام دين ولكنه يحتاج إلى رجال. الإسلام دين ولكنه يحتاج إلى رجال. المشكلة اليوم أننا مسلمون بدون أخلاق الإسلام، أكثر أننا مسلمون ولكن أخلاق الإسلام في وادي ونحن في وادي آخر. إلا من رحم ربه. حتى نغير الواقع لابد نعترف بالخلل، لابد نعترف بالخطأ أولا، ثم نسعى إلى تصحيحه. كثير يظنون أن الدعوة لا تكون إلا بالقول فقط. كثير يظنون أن الدعوة مدارها فقط بالقول والكلام، وأنا أقول الأفعال أبلغ من الأقوال، الأفعال أبلغ من الأقوال. فرب متكلم لا يعي ماذا يقول. الذي يترجم حقيقة تلك الأقوال هي الأفعال التي نفعلها. بل ذم الله الذين يقولون ولا يفعلون، ذم الله الذين يقولون ولا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما المقصود بالسلوك الذي نتكلم عنه، وما نهدف من هذا الكلام؟ أن يكون المسلم صورة حية متحركة للإسلام، أن يكون كل منا سفير للإسلام هنا وهناك وفي كل مكان، أن يستشعر كل منا أنه يمثل الإسلام. أنت تمثل الإسلام، فلا يأتين الإسلام من قبلك أنت. إذا فعلت سيقول: انظروا إلى هؤلاء المسلمين. اعلم أننا تحت المجهر، وأن أخطاءنا تكبر أكبر مما هي. لاحظ، تأمل معي هذه الصورة.
الأحداث التي حدثت في السنوات الأخيرة هنا وهناك اتهموا الإسلام فيها، اتهموا الإسلام فيها وجعلوا الإسلام هو المتهم، ما قالوا تصرفات أفراد، ما قالوا تصرفات أفراد فعلها فلان أو فعلها فلان. ثم انظر في الواقع، رأينا ما صنعوا في المعتقلات، ما نسبناها حنا للنصرانية، لم ننسبها نحن للنصرانية، بل قالوا هم هذه تصرفات أفراد، ولم يتهموا دينهم المحرف. الحدث الأخير اللي حدث في مساجد الفلوجة واغتيال الشيوخ والجرحى، ما اتهموا النصرانية، ما اتهموا نصرانيتهم، إنما اتهموا ذلك الرجل وقالوا هذا سلوك واحد. لكن حين تحدث الأخطاء مننا، الذي يتهم هو الإسلام. حين تحدث أخطاء من أفراد مننا أو أعمال هم لا يعرفون معناها، يتهمون الإسلام من أوله إلى آخره. نقول الأصل في المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا الإسلام عندهم متهم، إلا الإسلام الأصل عندهم أنه متهم، ولا ينتظرون أن تثبت براءته. فالأصل بالإسلام والمسلمين أنهم مجرمون، وأنهم إرهابيون، وأنهم متطرفون. نريد نغير هذا الواقع، ولن نستطيع إلا إذا بدأنا بمن؟ إلا إذا بدأنا بأنفسنا. إذا بدأ الصلاح بالإصلاح من الداخل، ثم سيظهر الأثر على الخارج. ما نستطيع نناظرهم أو ندعوهم أو نحادثهم حتى نبدأ بالتغيير بأنفسنا. وهكذا جاء الأنبياء، بدأوا بالتغيير في أنفسهم هم أولا، ثم بدأوا بدعوة قومهم، بل بيّنوا لقومهم أنهم لا يريدون أن يخالفوهم فيما ينهونهم عنه، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ونهى إبراهيم وقومه عن عبادة الأصنام، وكان أول المنتهين. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بيّن من هو رب العالمين. مر بنا درسان أو ثلاثة، وها نحن اليوم نواصل الحديث على نفس الموضوع لأهميته. نواصل الحديث وقد نواصل لأسابيع قادمة على نفس الموضوع: كيف نغير الواقع بأخلاقنا، كيف نغير الواقع بسلوكنا، كيف نغير الواقع بتصرفاتنا. وعندنا من الثروة الإسلامية ما الله به عليم، تخبرنا كيف فعل أولئك الرجال، وكيف غيروا وبدلوا وسادت لهم مشارق الأرض ومغاربها بأفعالهم بأخلاقهم في معاملاتهم. كانوا يخلصون النية لله ويدعون الناس بأفعالهم. رأيت في الحرم والله اثنان تقاتل على مكان، سبحان الله، تقاتل على مكان، هذا ذهب وجاء هذا جلس مكانه. الأمر في ساعة. إذا ما تظهر أخلاق المسلمين هنا، وين تظهر؟ إذا ما تظهر مع بعضنا البعض في حلمنا وفي صفنا وفي تعاملنا مع بعضنا البعض، فأين تظهر إذن؟ إيش قال الله عن محمد وأتباعه؟ قال: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، بينهم رحماء، بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا كانت الشدة بيننا، إذا كانت الشدة فيما بيننا البين، أليس هذا مدعاة إلى تفكك البنيان وإلى تخالف القلوب؟ نريد أن نجمع الكلمة، نريد أن نؤثر على الآخرين، ولن نستطيع هذا حتى نبدأ بأنفسنا وبمن نعول. حين أمر الله نبيه أن يبدأ بالرسالة، بدأ بمن؟ قالوا: أنذر عشيرتك وأنذر عشيرتك الأقربين. مما يدل على أهمية الموضوع الذي نتكلم عنه، أهمية السلوك والمعاملة في الدعوة وفي الحياة،
أن نبينا أخبرنا أننا سنسأل عن علمنا ماذا عملنا به، سنسأل عن علمنا ماذا عملنا به، أين أثر العلم في حياتنا؟ كل يعرف، وأنت مطالب ومسؤول على قدر العلم الذي تعلمه. كل مطالب على قدر العلم الذي يعلمه. فلن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني إلى الجنة أو إلى النار، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. لا تظن القضية سهلة، قضية السؤال، لا تظن أن قضية السؤال بالقضية السهلة. والله إنه موقف شديد حين تسأل عن عمرك، عن شبابك، عن علمك، عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. بكى أحدهم من شدة السؤال حين سمع قول القارئ يقرأ قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما يعاين المجرمون الكتاب يقولون: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم من عمل ظننت أنه لن يظهر فضحت به في ذلك اليوم، وكم من عمل ظننت أنه سيرفع من قدرك ما قبل منك في ذلك اليوم. فالقضية ليست بالقضية السهلة، بل قضية سؤال وحساب، وعلى النتيجة يتحدد المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. من رحمة الله بنا أن بين لنا أسئلة الاختبار، فقال لنا إنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة، لن يذهب إلى الجنة أو يؤخذ به إلى النار قبل أن يسأل هذه الأسئلة الأربعة: عن عمره إجمالا، عن شبابه خاصة، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه هي الأسئلة، فأعد للسؤال جوابا. هذه هي الأسئلة الأربعة التي ستسألها في يوم الحساب الشديد، فأعد للسؤال جوابا. ولأن الموقف شديد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واستعد له الصالحون. روى الإمام الدارمي عن مالك بن دينار قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يزدد علما يزدد وجعا. هو هنا لا يحذر من طلب العلم، ولكنه يحذر من إيش؟ من عدم العلم العملي بالعلم. من زاد علما فقد ازداد وجعا، لأن المطلوب منه أنه يطبق هذا العلم واقعا في حياته. فهو لا يحذر من طلب العلم، لكنه يحذر من عدم العمل بالعلم والتخلق بأخلاقه، لأن إذا تخلقنا بأخلاق العلم ظهر أثرنا واضحا على الناس، بل يرفع الله أهل العلم درجات. وأسهل طرق الجنة هو طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ليش العلم يا إخوان؟ لأن منفعة العلم لا تعود عليك أنت، لكنها تعود على الآخرين. فإذا لم ينتفع بها الآخرين، إيش قيمة العلم الذي تحمله؟ إيش قيمة العلم الذي تحمله إن لم ينتفع به الآخرين؟ وما أمرنا الله بطلب زيادة إلا بطلب العلم. وقل ربي زدني علما. قال أبو الدرداء أيضا: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكني والله أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. والله ما أخاف أن يقال لي ماذا علمت، ولكن والله أنا أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. وقال أيضا: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك يا ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. فكيف سيكون الجواب؟ نعم أحبتي، كثير عنده علم، ولكن أين عمله؟
وأين أثر هذا، أثر هذا العلم على أخلاقه وتصرفاته. بعضهم عنده علم قليل، لكن الله بارك في علمه القليل فأصبح أثره واضحا، وبعض الناس عنده علم كثير لكنه لم يبارك له في هذا العلم، لأنه لم يعمل به، ولن يكون العلم مباركا حتى يعمل به، ولن يظهر له أثرا حتى يظهر أخلاقا ومعاملات. خلونا فلنكن صادقين، اليوم في جماعات كثيرة على الساحة، منهم جماعة التبليغ يتهمونهم بقلة العلم، لكن فلنكن صرحاء. الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، أليس هم أطيب الناس وأحسن الناس أخلاقا وأكثر الناس توددا للمسلمين مع علمهم القليل كما يقولون، إلا أنهم من أحسن الناس خلقا وسمتا ورأفة ورحمة بالمسلمين. ونرى ممن ينتقدونهم عندهم من العلم الشيء الكثير، لكن فيهم فظاظة وجلافة وقسوة ما يعلمها إلا الله. إذن القضية ليست قضية كثرة العلم، ليست القضية قضية كم أعلم وكم عندي من العلم، لكن أين أثر هذا العلم في حياتي. فهناك أناس عندهم من العلم الكثير لكن لا أثر لهم، وهناك أناس عندهم علم قليل لكن أثرهم واضح وقد بورك في علمهم. حتى نعرف أن الأمر خطير، لأننا إذا أسأنا الأخلاق والمعاملات نصد الناس عن دين الله يا إخوان، لأننا إن أسأنا الأخلاق وأسأنا المعاملات هذا يكون سبب في صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك بالأخلاق ندعوهم ليس بالكلام، ووالله إننا نتحمل عقوبة كثير من الناس الذين صددناهم عن الدين الحق. كم هم الذين يقيمون عندنا من غير المسلمين؟ كثير ظلموا وسلبت حقوقهم وسلبت أموالهم، وعودوا وظلموا في أبسط الأشياء، حتى ظنوا أن هذا هو خلق من؟ هذا هو خلق الإسلام. صددناهم عن الدين ولا ما صددناهم؟ كم عندنا من العمالة؟ والله يا إخوان رأيت عنده عامل والله عامله كأنه والله أقل من الدواب في بيته. ليه يا إخوان؟ هذا إنسان حتى وإن كان كافر، أنت أتيت بالكافر، الآن المطلوب منك دعوة هذا الكافر والتأثير على هذا الكافر، لكن بالسب والشتام وباللعن. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات والله ما قال لي لا أبدا، كنت في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات والله ما قال لي قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعله. فخطورة القضية أننا نصد الناس عن دين الله، وهذا أمر خطير. ثم الأمر الثاني، هناك عقوبة مترتبة على من يقول ولا يفعل، هناك عقوبة مترتبة وعقوبة عظيمة على من يقول ولا يفعل. اسمع بارك الله فيك، صحح الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. في ليلة الإسراء مررت على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل الدنيا، أهل كلام. قال: خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ لماذا العقوبة شديدة؟ لأنه ضحك وافتراء على الله، وافتراء على الله. يظهرون أمام الناس بصورة وأمام رب الناس بصورة أخرى. الله أولى بالحياء منه، لأنه يعلم السر وأخفى. وروى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه، يعني أمعاءه وصارينه. قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقولون: يا فلان والله الأمر شديد يا إخوان، والله القضية خطيرة. يقول: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. ما أطواها والله من عقبة حين يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين. والله لا يغير واقع الأمة اليوم إلا أولئك الذين صلحت سرائرهم وبوادرهم. والله لا يغير واقع الأمة اليوم إلا أولئك الذين صلحت السر والظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. لذلك كان الاختبار يوم القيامة إخراج ما في الداخل، كان الاختبار يوم القيامة هو إخراج ما في الداخل. الحكم ليس للظاهر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة يومئذ ولا ناصر. اعلم أن الناس ترى ظاهرك، وأن الله يعلم سرك، وأن الله يعلم سرك ونجواك. إن الله يعلم سرك ونجواك. تأمل معي هذه الآية وتأمل عظمة الله، وهو يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أليست هذه الآية مدعاة للحياء من الله تبارك وتعالى؟ والله إن فعل هذه الآيات تجعل العبد المؤمن الحق يستحي من ربه أشد الحياء. لذلك قال العارف بربه: والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. فتش في قلبك وانظر كم فيه من الأشياء سوى الله تبارك وتعالى. نريد أن نعبد الله كأننا نراه، نريد أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. هذه الجزء الثاني يعينك على الجزء الأول: إن لم تكن ترى فإنه يراك. كرر، ردد في كل مكان تذهب، قول: الله يراني، الله يراني، الله يراني. ستجد لهذه الكلمة أثر في حياتك. كرر في أي مكان تذهب، حين تركب السيارة قول: الله يراني. ستمتنع عن الحرام في سيارتك. حين تخلو في مكتبك قل وردد: الله يراني، الله يراني، الله يراني. ستنتهي عن العصيان في مكتبك. وهكذا في كل مكان ردد على نفسك وذكرها بأن الله في كل مكان يراك ويعلم سرك ونجواك. اسمع هذا الكلام الجميل من أحد العارفين، قال: ذنوب الخلوات هي سبب الانتكاسات، ذنوب الخلوات هي سبب الانتكاسات. ليش ينتكس فلان؟ في ظاهره، فيما نرى من أخلاقه وتصرفاته نرى خير، ثم نرى انتكاسته بعدها. انتكس لعلم يعلمه الله لا نعلمه نحن. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليست حقيقة الإيمان أنك تصلي وتقرأ القرآن أمام الناس، لكن انظر في حقيقة إيمانك إذا خلوت بين الجدران الأربعة، هل تستشعر أن الله يراك؟ إذن القضية ليست القضية أن تعلم، لكن القضية أن تعمل فيما تعلم. قال الحسن البصري: إذا كنت آمرا بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلك، وإن كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أنكر الناس له وإلا هلك. إذا أمرت فافعل ما تأمر به، وإذا نهيت فكن منتهيا عما تنهى الناس عنه. لكن ليس معنى هذا أنك لو كنت مبتلى بمعصية أنك لا تنكرها، ليس معنى هذا أنك لو كنت مبتلا بمعصية أنك لا تنكرها، بل إن فعلت، يعني إن كنت مبتلا بمعصية ولا أنكرتها فهذا هم على هم وغم على غم وإثم على إثم على إثم. كثير من الناس لا يعرف أنه آثم، كثير من الناس لا يعرف أنه آثم. تدري إيش الإثم الذي نرتكبه أنا وإياك ونحن لا نشعر؟ تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركه إثم. وكل قادر على الأمر والنهي ولا يفعل فهو آثم، والناس تظن أنها على خير. لذلك
صحح أبو بكر للناس مفهومهم، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تحسنون فهمها. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل بعد أن تأمرونهم وتنهونهم، لا يضركم من ضل بعد أمرهم ونهيهم. وهل من الهداية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل من الهداية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإن كنت مبتلى استر على نفسك وادعو الله واستعن بمولاك أنه يرفع عنك هذا البلاء، لكن لا تردنك معصيتك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة هذا الدين. اسمع بارك الله فيك. ذكر ابن حجر أن أبا محجن الثقفي صحابي قد ابتلي بإيش؟ شرب الخمر، ابتلي بشرب الخمر، وطالما عوقب عليها وهو يعود مرة تلو الأخرى، بل من شدة تعلقه بالخمر أوصى ابنه قائلا: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. يبقى يموت جنب شجرات عنب حتى يأتيه من عنبها. قال: إذا مت إلى جنب كرمة تدفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها، من شدة تعلقه بالخمر. لكن هو مبتلى، لكن هل بلاؤه صده عن نصرة الدين؟ لا. اسمع بارك الله فيك. قال: فلما خرج المسلمون لقتال الفرس في معركة القادسية، خرج أبو محجن وحبل متاعه، وما نسى بطل الخمر، ما نسى يأخذ خمره معه، حمله سرا. كامري عين قاف كاف 983، كامري عين قاف كاف 983. يا إخوان بنخلي الدرس مرور، حنا بنجيبونش الدرس الجاي. قال: فلما خرج المسلمون إلى يوم القادسية، ما تأخر، ما قال أنا شارب خمر، ما قال أنا شارب خمر ومدمن خمر سوف أتخلى عن نصرة الإسلام والمسلمين وعن طلب الشهادة. خرج بخمره معه. فلما وصلوا بدأت المراسلات، لما وصلوا إلى أرض العراق بدأت المراسلات. فطلب كسرى الفرس رسولا من عند سعد بن أبي وقاص، فأرسل له من؟ ربعي بن عامر. أرسل له ربعي بن عامر. يا أخوان ربعي صحابي بسيط، ما هو عالم، صحابي بسيط لكنه يعمل بما يعلم. فلما جاءه وهو في أبهته وبين وزرائه وفي إيوانه بكل فرشه وأساسه ومتاعه، ولا الرجال يحيطون به من كل مكان، ما هذا؟ لأنه لا يهاب إلا من؟ ما يهاب إلا الله. فدخل عليه برمحه المسلوم يظهر له أثرا على فرشهم الوثير، ثم ربط بغلته على أول خيمتهم. قالوا: اربط البغلة هناك. قال: لا، اربطها معي، البغلة معي، أنا جيت والبغلة معي. قالوا: اربطها خارج. قال: شوفوا عاد، أنتم اللي طلبتموني، أنا ما جيتكم، أنتم دعوتموني، أنا لم آتي إليكم، صابون بشروطي مش بشروطكم أنت. فدخل ببغلته ثم ربطها، ثم وقف أمام كسراهم. تدري من هو كسرى ومن هم وزراءه ومن هم جنوده؟ تدري من هو ربعي بن عامر؟ من عامة المسلمين يا إخوان، من عامة المسلمين. قال له: إيش تبون مننا؟ قال: اسمع، يبين له من نحن. قال: نحن قوم ابتعثنا الله، ما خلقنا عبث، الله ابتعثنا. ليه ابتعثكم؟ قال: لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من الذي يتكلم هذا الكلام؟ مش عالم، الذي يتكلم واحد من عامة المسلمين. فأين عامة المسلمين اليوم عن فهم هذا الكلام، وأننا ابتعثنا من الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربنا؟ قال: طيب إيش المطلوب مننا؟ قال: المطلوب أسلم تسلم. هذا الآن جهاد، وشو جهاد؟ طلب. شوف ما عندهم، لكنهم خرجوا حتى يسقطوا الأنظمة الفاجرة الكافرة التي تحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام.
اليوم عندنا اختلاف على ايش؟ على جهاد، على جهاد الدفع، ندافع عن انفسنا ولا ما ندافع؟ اذا متى سيكون عند الامه قدرها انها تجاهد جهاد طلب؟ متى سيكون عند الامه قدره انها تجاهد جهاد طلب وتدعو الناس وترزق الناس للدخول في دين الله افواجا؟ قال له المطلوب مننا، قال اسلم تسلم، قال طيب اذا ما اسلمنا؟ قال اذا ما اسلمتم تدفعون لنا الجزيه عن يد وانتم صاغرون، ما برضاكم. قال اذا ما دفعناها؟ قال ما دفعتوها السيف بيننا وبينكم، السيف بيننا وبينكم. قال طيب عطنا اسبوع نفكر. قال لا، ثلاثه ايام، ما هو على كيفك، ليس اسبوع ولكن ثلاثه ايام. قال طيب. ثم مضى ربعي في طريقه. اليوم الثاني كسرى طلب مرسول اخر، فارسل له من؟ ارسل له المغيره بن شعبه. وما تغير الكلام يا اخوان، ما تغير الكلام، ولا اتفق المغيره مع ربعي على قول نفس الكلام، لكن هذا هو هدف من الحياه التي فهموا معناها. اشتبون مننا، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لاخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن كذا الى كذا، ومن كذا الى كذا، نفس الكلام بلا اتفاق. قال طيب المطلوب؟ قال اسلم تسلم. قال طيب اذا ما اسلمنا؟ قال تدفع لنا الجزيه. قال اذا ما دفعنا لك الجزيه؟ قال السيف بيننا وبينك. دانت لهم مملكة فارس إلا ما دانت؟ دانت. فيهم عصاة، خرج معهم عصاة، خرج معهم عصاة، لكن كان عندهم إجماع كلهم على نصرة الدين، كان هناك إجماع من العاصي والصالح والطالح أنهم لابد أن ينصروا هذا الدين. أبو محجن خرج وهو مبتلى بشرب الخمر، فلما بدأت المفاوضات وبدأت المراسلات أغواه الشيطان وشرب الخمر، فعلم سعد بخبره، فقال والله لا يقاتل معنا، والله لا يقاتل معنا، فقيده بالسلاسل وربطه بالحديد ووضعه في داخل خيمة. هو يعلم أن هذه أشد عقوبة على أبي محجن، أنه يحرم من القتال. كان فارس من أشد الفرسان، وله يوم أحد صولات وجولات، فعلم سعد أن أعظم عقوبة ينزلها على ذلك الجندي أنه يحرم من القتال، فربطه وقيده بالسلاسل وحبسه في داخل خيمة. فلما بدأ القتال وسمع أبو محجن صهيل الخيول وصيحة الأبطال، أخذ يطلق صيحات، ما عاد يصبر، بدأ يسمع صهيل الخيول وصيحات الأبطال في أرض المعركة، فاشتاق للشهادة واشتاق لخدمة الدين، اشتاق لبذل نفسه وروحه، حتى وإن كان عاصيا فهو يحب الله ورسوله. وكلنا يعلم خبر ذلك الصحابي الآخر الذي جلد على الخمر مرة ثم مرة، فسبه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسبه، والله إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. لكن هذه المحبة نريد نخرجها واقع في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ونصرة الدين بكل ما نستطيع. أخذ يصيح ولم يطق صبرا، قد اشتاق لأرض الجهاد وأرض القتال، فأخذ يترنم بأبيات شعر يقول فيها كفى حزنا أن تدخل الخيل بالقنا، كفى حزنا أن تدخل الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة وقد تركوني مفردا لا أخلي، فلله عهد لا أحيف بعهده لئن فرج لا أزور الحوانية، فلله عهد لا أحيف بعده لئن فرج لا أزور الحوانية، والله إن استطعت أن أشارك في القتال والله لا أرجع إلى معصية الله مرة ثانية. ثم أخذ ينادي بأعلى صوته، فأجابته امرأة سعد، ما تريد؟ فقال فكي قيدي وأعطيني البلقاء. فرس سعد. سعد يوم المعركة كان مريض، مرضا شديدا، فلم يستطع أن يشارك في القتال، لكنه رقى على مكان عالي يراقب أرض
يراقب أرض المعركة، قال لزوجة سعد: أعطيني فرس، أعطيني فرس سعد البلقاء، وفكي قيدي فأقاتل، فإن رزقني الله الشهادة فهذا ما أتمنى، وإن لم يرزقني الله الشهادة عاد علي أني أرجع حتى تقيديني بالحبل والسلاسل والسلاسل من جديد. قالت: ما أستطيع. فلا زال يبكي ويتوسل إليها حتى وافقت. إن قتل نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، وإن لم يقتل عليه عهد أن يرجع إليها. ففكته وأعطته البلقاء، فشد ثيابه ولبس المغفر، غطى وجهه حتى لا يعرفه الناس، لكن الناس يعرفون أن هذه فرس سعد. قال: فلبس درعه وغطى وجهه بالمغفر، ثم قفز كالأسد على ظهر الفرس وألقى بنفسه بين الكفار، وجعل المسلمون ينظرون بتعجب إلى هذا الفارس المغوار الذي ألقى بنفسه بين الكفار. يقولون تهلكة، يقولون هذه تهلكة. فقفز الأسد بين صفوف الكفار، علق نفسه بالآخرة، ولم ينجح إبليس في صده عن نصرة دين الله تبارك وتعالى. حمل على القوم برمحه وسلاحه، وتعجب الناس، فهم لا يعرفون من هو، لكنهم يعرفون الفرس. فحمل على القوم برقابهم بين الصفين برمحه وسلاحه، وتعجب الناس. أما سعد فأخذ سعد يراقب المنظر. قال: أما الفرس فالبلقاء أعرفها. وهذا الفعل أيضا أعرفه، هذا فعل أبو محجن، لكن أنا أبو محجن ربطته بالسلاسل. لولا أني ربطت أبا محجن بالسلاسل لقلت أن هذا هو. ما يفعل هذه الأفعال إلا هو، لا يفعل هذه الأفعال إلا هو. فنزل سعد بعد أن انتهت المعركة، فوجد أبو محجن مقيد في مكانه، قال: فذكر القصة لأبي محجن، رأيت كذا وكذا وكذا. يقول: والله يا أبا محجن لولا أني قد قيدتك بالسلاسل لقلت أنه أنت. قال: والله هذا أنا يا أمير المؤمنين. قال هذا والله أنا. فلما رأى سعدا من شجاعته وبسالته وما صنع في أرض المعركة، قال: والله لا أجلدك على الخمر بعد اليوم. وقال أبو محجن: والله لا أشربها بعد اليوم. أين العصاة حتى يغيروا من واقعهم؟ أين الذين يخالفون أوامر الله حتى يكونوا أنصارا لهذا الدين؟ أما أن ننتصر على معاصينا وشهواتنا من أجل ربنا تبارك وتعالى؟ أريدك أن تستشعر أنك مسؤول، وأنك محط الأنظار، وأنك تحت المجهر، وأن الناس تسمع ما تقول وتنظر إلى ما تفعل. الناس تسمع منك ما تقول وتنظر إلى ما تفعل. واعلم أن خطأك ليس كخطأ الآخرين، وإن الناس تنتظر منك عملا لما تقول. واعلم علم يقين أن الناس تتأثر بالقدوات أكثر من تأثرها بالكلمات. قل معي وقولي معي: يا ليت عندنا مثل عمر. قولي وقل معي: يا ليت لنا مثل عمر. روى ابن أبي شيبة عن سالم قال: كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأيم الله لا أجد أحدا منكم فعل فعلة مما نهيت إلا أضعفت له العقوبة. لا أجد أحدا. يقول يخاطب من؟ يخاطب أهل بيته، لأنه يعلم أنهم لو فعلوا تكون منقصة في عمر.
يعلم أنها ستكون منقطة في عمر، يأمر الناس ولا يأمر أهله. هذا واقع اليوم ولا لا؟ كثير يتكلمون لإصلاح واقع الآخرين، ثم تنظر في حالهم وفي حال أهلهم، هم في وادي، والكلام الذي يقولونه في وادي آخر. لما أمر الله نبيه بالتغيير قال له أنذر من أول؟ أنذر عشيرتك الأقربين. قال لهم وأيم الله لا أجد أحدا منكم فعله، يعني الأمر الذي نهيت عنه، إلا أضعفت له العقوبة ضعفين. لله ضرك يا عمر، ومن أين لنا بمثلك يا عمر، عزيزة النساء أن يلدن مثلك يا عمر. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز عرش كسرى من ذكره فرقا، وملوك الروم تخشاه. إذن لست أنت وحدك تحت المجهر، أهلك أيضا تحت المجهر. كيف تأمر الناس وتنسى الأقربين؟ لابد أن نعي أن الناس تتوقع منا حين نتكلم أنها ترانا لا نخالف ما نقول، أن الناس تتوقع مننا حين نتكلم ألا نخالف ما نقول، لا تنهين عن خلق وتأتي مثله. هذا سيثير، لو قلنا ثم خالفنا هذا سيثير التساؤلات عند الناس في شخصك، بل حتى في دعوتك. نسأل الله العفو والعافية أن نضر بالإسلام ونحن لا نشعر. روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ينهى عن الصلاة بعد العصر. أوقات النهي كم؟ ثلاثة، من بعد الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع في السماء قيد رمح، هذا وقت أول. أخونا يقول بعد الفجر وعند الشروق، هذا وقتان. ثم يقول عند الظهر وبعد العصر ووقت الغروب. حنا نقولها في ثلاثة، نقول من بعد الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع في قيد السماء قيد رمح. ثم الوقت الثاني قبيل الظهر بقليل حين تكون الشمس في كبد السماء. والوقت الثالث من بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الركعتين النافلة، عن التنفل بعد صلاة العصر. فرق بين التنفل وبين ذوات الأسباب، فرق بين النافلة وبين ذوات الأسباب. ذوات الأسباب مثلا أن دخلت المسجد بعد صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي لنا ركعتين. يصلي ولا يقول هذا وقت نهي؟ لا يصلي، لأنها من ذوات الأسباب. كان في المسجد مثلا يقرأ القرآن، ثم انتقض وضوءه، خرج توضأ رجع، يصلي ركعتين سنة وضوء ولا ما يصلي؟ يصلي. لكن نقول النفل المطلق هو الذي نهي عنه في أوقات النهي. أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فجاء في نفسها الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفعله شيء آخر، حتى تعلم أن الأفعال لابد أن تصدق بالأقوال، والأقوال لابد أن تصدقها الأفعال. تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد صلاة العصر، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت للجارية قومي بجنبه فقولي له أم سلمة تقرئك السلام وتقول لك يا رسول الله قد نهيت عن الركعتين بعد صلاة العصر. شوف أثارت الركعتين تساؤلات، أنت قلت شيء والآن أن تفعل شيء ثاني. ما منعها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل وهو الذي قال أنها تسأل حتى تذهب الشك والريبة التي كانت في صدرها. فقالت قومي بجانبه فاسأليه وأبلغيه السلام، فقولي أم سلمة تقول أنت نهيت عن الركعتين بعد صلاة العصر ثم رأيتك تصليها، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، يعني مشغول لن يجيب الآن، وإن أجابك فأتي بالجواب.
فجاءت الجارية ووقفت بجانبه فأخبرته فأشار له بيدها فتنحت الجارية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة قال لها: يا ابنة أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبدي قيس فشغلوني عن الركعتين اللي بعد الظهر، فتلك الركعتين هما التي كنت أصلي، يعني قضاء الركعتين اللي كان يصليها بعد الظهر. طيب الآن فليقل قائل: يعني إذا فاتتني سنة الظهر أصليها بعد العصر؟ قال أهل العلم: إن كان انشغل بمن شغل به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الأمة وفاتته سنة الظهر له أن يصليها بعد العصر. لكن يا إخوان، واحد صلى الظهر قال: والله بتغدى بعدين بصلي، أو بقيل لي شوي وبعدين بصليها إذا قمت قبل الظهر قبل العصر ثم بعدين بأصليها، أقول هذا لا. لكن قال أهل العلم: إذا كان قد انشغل بمن شغل به النبي صلى الله عليه وسلم من صلاح الأمة ومن أمور الأمة فله أن يقضيها بعد صلاة العصر، أما إن كان تهاونا وتكاسلا فليس له أن يقضيها، يقضيها في أوقات غير أوقات النهي. وقال أهل العلم أيضا: تلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وقت النهي ولا يصلي غيره، بشرط ألا تكون ذوات أسباب، فرق بين ذوات الأسباب وبين التنفل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أثار التساؤلات عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. القول شيء والفعل شيء، إن كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قد أثار عندها تساؤلات من باب أولى، أفعالنا وأقوالنا تثير أكثر من تساؤلات عند الناس. فعل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول: إن ابنا لي يقبض في ساعات الاحتضار، فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل عنده بمقدار، يعني كل عنده بمقدار، يعني الأخذ والعطاء كل عنده بمقدار وأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه إلا أن يأتيها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ وأبي وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، الشيء اليابس إذا تحرك، الشيء اليابس إذا تحرك. قال: حسبته أنه قال كأنها شم، يعني قربة خلقة خالية. فاضت عيناه، بدأ يبكي بأبيه وأمي. فقال سعد رضي الله عن سعد بن عبادة قال: ما هذا يا رسول الله؟ الآن في حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن البكاء، ونهي عن البكاء ليس البكاء على إطلاقه، نهى عن النياحة على الميت. فقال سعد، الآن هو يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ورأى فعله شيئا آخر، قال: إيش هذا يا رسول الله؟ أنت المانع عن البكاء؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. تلاحظ أن سعدا استغرب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأثار تساؤلا عنده، ما منعه أنه يسأل، لأنه يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البكاء. فقال: ما هذا يا رسول الله؟ وفي رواية: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه: أتبكي؟ أنت نهيت، فكيف تبكي الآن؟ وزاد أبو نعيم في المستخرج: وتنهى عن البكاء، أتبكي وتنهى عن البكاء؟ قال العلامة العيني مبينا فوائد الحديث، قال: وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض مع ظاهره، للمتبوع أن يسأل إمامه إذا تعارض هذا مع الظاهر الذي يعرفه. فالخلاصة رعاكم الله أن الناس يتوقعون رؤية صورة حية، لما يدعو إليه الداعي في سيرته. هم أن تقول هم ينتظرون منك أن تطبق الكلام الذي
الذي تقوله ويتوقعون منك أن تطبق الكلام الذي تقوله، بل ويستغربون وجود أدنى خلاف بين قوله وفعله، ويثير هذا الاختلاف تساؤلات حول الداعي وحول دعوته أيضا. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولا أعتقد أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى ترك شيء وهو متلبس به. قال: ولا أعتقد أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى ترك شيء وهو متلبس به، أو يدعو إلى فعل شيء وهو متخل عنه، حتى وإن كان ما يدعو إليه حقا، فإن المدعو سوف يكون في نفسه تردد وشك في دعوة الداعي، فيقول في نفسه: لماذا يفعل هذا الرجل ما كان يدعو إلى فعله، ولماذا يترك هذا الداعي ما كان يدعو إلى تركه. إذا حتى نغير الواقع لابد أن نبدأ بمن؟ نبدأ بأنفسنا، ولا بد أن نصدق في قضية التغيير، ولا بد أن يتحمل كل منا المسؤولية، أما ترى في مجالس العوام يقولون أخطأ فلان وأخطأ فلان؟ أما تسمع مثل هذا الكلام حتى تعلم أنك تحت المجهر في كل كلمة تقولها وفي كل فعل تفعله؟ فالله الله لا يؤتين الإسلام من قبلك أنت، الله الله لا يتهم الإسلام من قبلك أنت. فكن خير سفير للإسلام في كل مكان، في دارك، في سوقك، في مكتبك، اعلم أن الله يراك. وللحديث بقية صادقين. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يجعل أفعالنا تصدق. واحد مسلم طيب، واحد سيعلن إسلامه. سبحان الله، هذا يتأثر بمن؟ هذا يتأثر بأفعالنا وأقوالنا يا إخوان. كيف لو صدقنا وعندنا من الكفار العدد الكبير الذين يقيمون بين ظهرانينا؟ وين؟ 14 سنة لا تأخر. كيف لو ما قبل هذا؟ 14 سنة حتى اقتنع. ليش يا إخوان؟ قبل 14 سنة ما رأى مننا؟ إيش رأى؟ خلونا واقعيين. مآذننا تأذن، وعيالنا في الشوارع، وأسواقنا حلف وكذب على بيع وشراء. الحمد لله. You were fishing before. And why? What makes you change? Because I think Islam is very good. And you find the truth? Find the truth. الحمد لله. يقول لأن الإسلام عظيم، ولأنه وجد الحقيقة. هذه الحقيقة يا إخوان نحتاج نخرجها للناس. هذه الحقيقة، والله هذا الكلام الذي نتكلم عنه، كم فقدنا بأفعالنا وأقوالنا كثير من الناس، حتى المسلمون الذين يأتوننا من بعيد ينتظرون مننا أن نكون لهم عونا على حسن استقامتهم. Okay, now we want you to say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله بارك الله. اسألوا له الثبات يا إخواني. بارك الله. وهنئوا أخوكم.